هذا الستايري ذكروني صغرنا عندنا خاصين من نابوليش تبارك الرحمن لا تموجات ولا كلام هذا شوفه مع ان البودي ماله هو كله يمين يسار رايح هذا شغل جراج الميل ذكر الله يا الربع شوف اللمعة السيارة بروحها تتكلم هذا اللون الأسود طبعا هذا هني حرف أساس كذي بس أنه تموج ما فيه هني يبلش الحرف يصعد هذا شغله صعب بس عندنا ما في شيء صعب تبارك الرحمن ذكر الله خالصين منه وجاهز للتسليم.